زوجها متوفى منذ 7 سنوات، تقول من باب الوفاة كيف أتصدق عنه في هذا الشهر؟ فيما تيسر في هذا الشهر وفي غيره تصدقي عنه على المحتاجين، وتنوين أن الثواب له وينفعه الله بذلك إذا تقبله. نعم. وبالنسبة للدعاء له أيضا شيخ؟ الدعاء والصدقة عنه والحج والعمرة كله مشروع. الحمد لله. نعم.